صباح الفل عليكم مطعم شوية السمك. النهارده يا جماعه الحمد لله قدرت اجمع لكم اربع انواع من البوري. طبعا سمك البوري فيه انواع كتير، بس انا النهارده قدرت اجمع لكم اربع انواع من البوري عشان اوريكم الفروق ما بينهم. طبعا بالنسبه للشخص العادي اللي ما عندوش خبره في السمك شايف ده بوري وده بوري وده بوري وده بوري. اول حاجه انا مرتبهم لك من الاغلى للارخص، يعني بالراحه بقى عشان ما حدش يتوه مننا. اول حاجه ده بوري بحر وده بوري بحر وده بوري مزارع وده بوري مزارع. ده هليلي او اصفر ودن حسب محافظتك، في محافظات بيقول هليلي وفي محافظات بيقولوا اصفر ودن. وده كباك وده بوري مزارع عادي وده طبارة مزارع. نعرفهم ازاي من بعض؟ اول حاجه ودي حاجه غريبه جدا ان اغلى سمكه فيهم وارخص سمكه فيهم هم اكتر سمكتين شبه بعض. تعالوا نجيبهم اهم. بص اكتر شبهتين سمكتين شبه بعض، بس اسهل سمكتين تفرقهم عن بعض لان ببساطه الهليلي اللي هو اغلى سمكه سهل تفرقه عن الطباره لان في حاجه مميزه جدا ما ينفعش حد يغلط فيها ومش محتاجه اي خبره، هي النقطه الذهبي دي. الهليلي بيبقى فيه نقطه ذهبي او نقطه صفراء، عشان كده حتى في اسكندريه بنقول عليه الاصفر ودن، بوري اصفر ودن عشان النقطه الذهبي دي. فده اسهل واحد تفرقه. طب هما ليه شبه بعض؟ لان الاثنين راسهم مدببه. بص تحس ان اكن حد دايس على راسهم، عكس ده راسهم مدوره، تحس هنا في دوران، هنا بص مدبب وهنا بص مدبب، فالاثنين ممكن تتلخبط فيهم، عشان كده ده اسمه بالانجلش فلات هيد مالت فيش. كده اول حاجه عرفناها الفرق بين الهليلي والطباره. طيب نيجي لتاني نوع اللي هو الكباك. ده بتعرفه ازاي؟ ده مميز جدا وسهل برضو تعرفوا ليه. اول حاجة بص تحس ظهره مقتب، بص ظهره تحس ان ظهره سابق دماغه، بص نازل كده عامل كده اهو، بص تحس عنده قتب باين جدا. تاني حاجة ومميزة جدا في الكباك عكس اي سمكة ان عينه تحسها مكحلة. بص عينه شايف الحلقة السيلفر دي، تحس ان عينه كده واضحة قوي ومكحلة قوي عكس بقية اسماك البوري. بص عينيها ما فيهاش الحلقة دي تمام ومش مكحلة. بص الفرق كده، احنا عرفنا الكباك. طيب البوري المزارع العادي اللي هو مش كباك ولا طبارة ولا اي حاجة، ده بتعرفه منين؟ بتلاقي راسه من هنا مدورة تمام. بص عادي جدا ما بيبقاش فيه اي حاجة مميزة ولا فيه نقطة صفرة ولا مقتب. بص ظهره فلات ازاي اهو، مش مقتب زي الكباك وما فيهوش نقطة صفرة زي الهليلي، مش فلات زي الطباره. دي راسها مدوره، دي بص تحس ان كده ايه اكن حد كده جه جمع على الراسه من هنا وداس عليها كده. يا جماعه ببساطه احنا عرفنا الفرق ما بين الاربع انواع دول. انا بالنسبه لي ده ترتيب الاغلى، وبالنسبه لي بالصدفه لانه مش شرط ده ترتيب الطعم الحلو. يعني انا اكتر حاجه بحبها بموت في الهليلي، يعني الهليلي الاصفر ودن ده انا بحس ان طعمه مختلف عن اي بوري، والكباك طعمه حلو جدا وسمكه سمينه، وبعد كده البوري وبعد كده الطباره. بالنسبه لي ورايي الشخصي ان ده ترتيب الجوده وهو هو ترتيب السعر. بالنسبه للناس اللي بتسال عن الفسيخ، افضل نوع فيهم يتملح عشان يتعمل فسيخ هو بوري المزارع. تخيل اللي هو ثالث ارخص واحد، لا ده ولا ده ولا ده، احلى واحد بيطلع فيهم ده لانه اكتر واحد بيبقى فيهم سمين واكتر واحد فيهم بيبقى مليان لحم. وعلى فكره اقول لكم برضو على معلومه غريبه جدا، انا جربت كتير قوي افسخ بوري البحر سواء حجمه كبير او صغير تمام، ودايما بيطلع مر بدون اي سبب علمي ومحدش عارف لها تفسير، بس سبحان الله اللي بيطلع احلى في الفسيخ هو بوري المزارع. هنزل لكم قريب فيديو تمليح سمك البوري، ازاي انا اعمل فسيخ في البيت بمنتهى السهوله، وهقول لكم كل اسرار الفسيخ وازاي تعملها بمنتهى البساطه. فيا ريت الناس تعمل متابعه للصفحه عشان تستنى الفيديو، ويا ريت كمان زي ما دعمتوني ووصلنا الفيديو اللي فات لمليون مشاهده واكتر من 1000 شير، يا ريت برده الفيديو ده كمان تعملوا له لايك وتعملوا له شير. يا جماعه في الاخر انا حابب اقول لكم ان احنا بنعمل الفيديوهات دي عشان التوعيه، مش عشان نقول للناس كله ايه ما تاكلوش ايه، لان في الاول وفي الاخر الاكل ده اذواق. احنا بنعمل توعيه عشان ما حدش يضحك عليك او يبيع لك حاجه بسعر حاجه، بنقول يا جماعه خلي بالكم دي انواع البوري وكل واحد بسعره، فانت اشتري اللي انت تقدر تشتريه او اللي انت بتحبه. صباح الفل عليكم.